ما عاد بفتح مثلا ثم التسير يا شباب انا عامل لعبه جريف هارد يا شباب جريف اسمه يا شباب هاي اللعبه كلها مغامرات وشغلات يعني كثير هتعجبكم ولا تنسوا اللايك اشتراك ويلا نبدا هلا هون يا شباب بدنا ننزل هوني هاي هي اللعبه شوفوا هوني ايش بدنا نعمل هذا الكتاب هون فينا نعمل شيء كلها الغاز هوني نفتحها وفينا ناخذ يا شباب هاي هلا نخليها يا شباب هون نعرفكم شوية اللعبه هاي خليها هون هلا هون هي في هذا نفتحه دار استكلوك لوكيت ايش هلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب ما عارش هذا انا لازم هيك نمسكه قبل طويلي انا اتركه هلا يا عمي هون بركب هذا هلا استكلوكيت يا شباب هوني هذا كتب نشوف ايش في هيك الغاز شوفوني ايش في ايش في هوني ضو مصباح نشغله هذا شو ايش فيه ايش فيه هون هلا خلينا نبدا هلا نشيل هاي يا شباب هلا هاي وين نحطه شباب اما نبدا بنفس القاعد هلا شتاي بسم الله الرحمن الرحيم شتاي عم تختفي اي هاي علينا عمو ايش نعمل هون ايش نتهم فينا ناخذه ما علمك كمان فينا ناخذه ولا هذا المهم اينا بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا شباب اللي هو ايش مكتوب هوني هل جامب تو كليب خلونا نط من هون ايش هذا شباب هيد اند ستارت روم خلونا لا ما في إشارة خلونا فتحنا الدور هذا يا شباب مشان نفتح الباب معلم شرير يا شباب معلم شرير ايش نعمل ها السلام عليكم عمو مرتي ها شباب انا خايف هذا شيء هلا هذا مدير عمو نروح فيه ليش شوفوني هاي المدير اللي يطلع في الشارع ما من ليه قرر ام طلع هون 385 لازم نكتب 385 خطأ 385 385 هذا شاكوش شباب ايش نعمل فيه يعني ايش هذا شباب في هذا الشيء ايش هذا ننطقه يعني ما بعرف هذا شباب ايش نسيت ايش نستفاد من هذا الشيء ما نكسر هذا نشوف والله اللعب يا شباب حلوين لنا ناخذ يا شباب لكم انا هلا فتحت انا كسرت انا شيء ما بعرف ما بقدر ايش ايش لازم طني يعني ايش هذا ما فهم في شيء هون لازم نجيب هذا زائد هذا زائد هذا كمان زائد هذا زائد هذا زائد هذا اوه فهمتها ايش هنا؟ شباب شكلي انا لقينا شغلي ايه شباب شكلي لازم نكملها عمو تعال هون عمو وينا؟ حطيتها هون في وحدة بتذكرها كانت هون انا يا شباب بتذكر هيك يا هيك يا تعال 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 خلينا نحطك هون بسم الله الرحمن الرحيم رجعت عمي فجعوني عمو ايش انا بتحطها تمام حطينا هاي لازم لنا وحده زياده
أشوف أنا في شيء ثاني، ما في شيء هون. أشوف أنا بقى الشباب إذا في شيء، أشوفوني. أنا أسرع هون. آخر مشكلة هي مصيبة بتعبي. طب فينا شيء؟ لا ما فينا. استنى شباب بس الصف. ها يا شباب، انا فكرت هاي القطعة هي اللي انا لقيتها. فكرت القطعة كانت بالارض، انا فكرت هاي هي اللي بدها شو اسمه اللي انا جبتها من اللحظة هذي. هذا ايش صار؟ اوه ماي جاد يا شباب، يا قطرة عين. بس ما بعرف هاي عيلة يا شباب، ما بعرف هاي مين هاي. هلا يا شباب خلص، هلا شغلي هلا بدون لازم تاخذ هاي زائد اشو ما بعرف ايش هاي. احا ايش هذا؟ ايش سويت؟ ايش في؟ شباب والله خطأت انا. Spin me we hand you. مش هذا، مش الصوت اللي بيعرف هذا. ودي شكله هو عمو. والله هذا صوت بيخوف هذا. افتح هذا شوف. ما انا ما منه فايدي. افتح هذا، في شيء هون؟ لا هيدا ولا لا لقيت انا معي هذا. افتح هاي. مصباح، يلا نستفاد منه. ايش بنستفاد منه؟ ما بعرف هلا. شوي شوي يا شباب ناري. التلفزيون هون كثير شغلات. شباب اللعبة هاي بتخوف، هل كأنه قنبلة يا شباب؟ والله ما بعرف هاي قنبلة ولا ايش. افتحها، فينا نفتح هذول الدروج. صوت البكاء كسر الغاز، عم نفجر المدرسة. ما في شيء. والله ما بعرف ايش اعمل انا من بعد المدرسة. انا بعد ما اعمل لي ايش ما بعرف ايش اعمل لي. انا اشوف بركي ما في شيء. شوفوني. بسم الله الرحمن الرحيم. قفل الباب. طبعا بيقولوا لازم نروح لهون. يا جماعة انا شباب لازم نروح لهون. عمي يا اخي. بس انا بيقولوا لي بومبكن، بيقولوا لي بومبكن هانتر. يا سبا هذول فجروا، يمكن طلع لي شيء. ها ولا مو شو شنو نعمل؟ نكسر بابي بمبكن بمبكن. عمي هون يتكسر، كسر كسر. ضل بمبكن كمان، ما ضل بمبكن بس. شباب هون بمبكن هنتر، لازم نكمل هذا اللي هون يا شباب. اخ وانا بدنا نلعب بمبكن كمان. عمو تكسر حتى يعني. ايش نعمل هون؟
مش انا، مش انا بدل ايه؟ لا مش بدل ايه؟ ايش يا ابن نعمل فيه يا شباب؟ ما هو هل في شموع؟ في شموع شيء؟ في شموع معناتها خط، معناتها شك طلع محله. ايش انا نعمل هون؟ Knock off for the red. Look for red room. Red room. هذا شبه هذا. أنا وصل لنا شيء. طبعا نروح بنعكس. طبيب بمبكى يعني شباب، انتوا شايفين شيء يا بمبكى؟ عمو ايش هذا الصوت اللي بيطلعوه؟ عمو ايش هذا؟ وين البمبكى؟ هم هون ما هي اللي بصير بصير ما بعرف حتى من هاي شو بقى هاي شو هاي راي هم ايش هذا يا حبيبي؟ او الو طب هتمشي انت يا شباب؟ بدنا منا من شيء يعني نحط هون نحط بالخزانة يعني اي هبدو لي look for red room لولا انظر للغرفة الغرفة الحمراء من هذا من احد فلاش عمو لا شوف هذا شباب لا صعد يا عمو بيمشي بيروح بيرجع يعني ما فهمنا منه شيء ايش بدي اعرف انا هابي هالدوين عمو بدل ما يكتب هابي ولا هالوين طب هابي هالدوين ما بقى ايش بقى نضرب على ايش يعني ورا شباب شكله هاي لازم نضرب فيها شو اسمه البمبكر ما في بنت عم تبكي يا عمو في واحد عم يضحك في واحد عم ايش تعمل
ماشي يا بابا. ماشي يا عم. ايه يا عم انا لفت الاغراضي كده. هذا كيف يا عم؟ انت روح انت طبعا روح. عم ناخذ اغراضنا الشاكوش. انت جيب كمان. شباب هلا بقى بدنا نشوف ايش فيه. هلا هاي الثلاجة ناكل عمو. نجيب هذا الشيء. طيب ايش ما في كمان برا في منبكن؟ وين هاي الحمراء؟ المندورة الحمراء ملؤها بين الخضراء. رغم مني لا تشبع تصير خدودك حمراء سمرة تصير خدودك. ليش كمان؟ شباب لازم اطلع انا يمكن هون. شباب حطوا لك هاي يا عمو. ها شباب ايش ما في لحم. عمو لا حط نحطها هون. يا حبيبي حقك بابا برشا. والله اللعبة ممتعة. بسم الله. شباب شباب هلا صحي. لا هاني لا شباب طفلة.
انا لما باكل كلات اللي هامو ايه انا اضل بس علينا ايش تعمل هلا ليش هربان بس هلا هذا بيضوي يعني انا هستفاد منه حط ندور على رفيقه وناخذ بلده اها وانا من ايه تشيك انجليش كلاسروم شايفينها يا شباب هاي كده طبعا بس المشكلة بعض هلا هاي حتى بسم الله الرحمن الرحيم يا طارق نحطها هون ولا هون حطت وحدة لا هون هلا ظل لازم للثاني رجعني رجعني اخ هذا عمو ايش بو هذا الباب اجى عدى قعد جون سينا مانيكا المدينة مكرونة بس اجى برشلونة وهاي كملناها كمان ما شبه كمان في باب افتحه نعم ها انا نفتح هذا نفتح هذا لقيت مطرقة انا لا اطلق هذا اطلق هذا شباب ورقاء رب افتر الدنيا ليش ما يطلع لي من فوق؟ هلا هاي وصلنا هلا لهون وفي علامة هون لازم نروح عليها وفي هون كمان علامة لازم نروح عليها هلا علي وحدة نروح شباب هون في مكان ما خايف يجينا لا ما خايف يجينا اخذ الصورة اليه بيجي لا 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 بالله عليك
الأحلام. شوف من طفح هاي الكاميرا شباب. هذا شباب فعلا شيء ما بعرف ايش هذا. ها شباب ليش لقي شباب جاي الدولة هيخلينا نعدي. المشكلة أنا ضيعت الاسم المنطقة. ما أبي هنا كسر هذا كمان على اسمه على الاصوات كمان لانه نحن على الكاميرا ما عم نتحمل الاصوات ما بتحمل. لا جماب يا شباب كثير صعب ان الواحد يهرب منه. هذا كهرباء كمان انت كسرة. مر من هون؟ لا انا هذا بيخليني ايه كم فلاش بدي اخذ عمو؟ 20 فلاش يعني؟ بقول بمرحلة أصعب وأصعب. نجيب هاي. طب جيب هاي. عمو جيب هاي. جيب هاي. يعني
مشكلة برجعونا ورا، ما في نمشي يعني. لازم نلاقينا حل هون. يا شباب بس ما حد عليا. شباب هل انت يا كرسي؟ يا كرسي جلس عم جلس بننط عليه وبنخلص. ايش هذا؟ ايش بويا كل شوي بياكل؟ انا كمان نكسر نحن هذا نكسر كمان هذا. انا في بمبكن، انا كمان في بمبكن يا شباب كسران. عم اجيب استاذ هون. يا انا فينا نشوفه من هون. اوه نو، ايش اللي نحب الكاسة المباري؟ شوفوا شوفوا قديش مرعب. روح عمد، روح روح يا دام. روح قال مد يا عمو. شوفوا 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 اذا في بايده شغله. ايش دافع؟ ايش هاي؟ انت لا انت روح لا في ايد. روح كل مندي كمان مرة. ما لسه بقى هنا يا شباب ولا شيء مفيد. جاي لا روح روح لا بس لا تقرب لقدام.
شباب اسمعني انا بروح علي كل التعب اللي انا كنت تعبانه. راح عند الباب وانا ايش بعمل يا شباب؟ بروح من عند هذا الباب بكسر الباب بكسر ورحنا فيها. استحال حتى ما يجيني. ان شاء الله ما يكون معنا بيجي لهون. ما جا لهون وصار ما عاد يجي لهون يكون شيء خرافي. اخاف الاخير ويجي شوي ياخذني. قعدنا لعشر ساعات ايه أحم أمص لحم وجهز الفحم. لا 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 يا شباب هيك انا شباب هاي نص اللعبة. انا حنسك شباب انتو اذا بتعبوا اللعبة بتعرفوا اشياء عنا كتبوا تحت بالتعليقات. الجزء البرتو اذا وصلتوا هذا المقطع للالف لايك واجرى عليه دعم كتير يا شباب هذا كتير. بدي انزل شو اسمه مقطع برتو عن هاي اللعبة يا شباب. ماشي يا شباب بكون خلص مقطعنا. لا تنسوا اللايك واشتراك والسلام.